القاهرة تقدم أغرب القضايا. الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. أغرب القضايا، برنامج من إخراج عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1978. بنتي بنتي إيه اللي حصل؟ البنت راحت فين؟ رحت السوق عشان أشتري شوية حاجات للبيت، نزلتها من على كتفي ما تلفت، ما لقيتهاش قدامي. دورت عليها في السوق؟ لفيت السوق كله ما لقيتهاش. يعني راحت فين؟ مين اللي خدها؟ حد كان معاكي وانت بتشتري حاجاتك من السوق؟ ما كانش معايا غير بنتي يا بيه. المسافة من البيت للسوق قد ايه؟ حوالي 10 دقايق ماشي. رحت السوق الساعة كام؟ بعد ما دقت 9. دورت كويس عليها في السوق؟ ايوه دورت وسألت ولفت السوق كله حتة حتة ما لقيتهاش. ما لاحظتيش حد ماشي وراكي من البيت لحد السوق؟ ايوه ايوه يا بيه، في واحدة ست كل حتة اروح فيها كانت ورايا يا بيه. مين الست دي؟ معرفهاش واول مرة اشوفها. ممكن تديني اوصفها؟ ليه كده بس؟ ليه يا رب ليه؟ شد حيلك امال يا استاذ عباس، ان شاء الله هتلاقيها. بنتي اللي حلت يا ناس. قول يا رب باذن الله هتعطر فيها وتلاقيها وهترجع لك. ترجع ازاي بس؟ دي بقالها يومين مفيش حس ولا خبر عنها. الصبر حلو. يا رب يا رب، انت عالم بحالي وغني عن سؤالي. عن اذنك يا استاذ عباس، هاخد المفاتيح وافتح الورشه. ورشه ايه اللي هتفتحها؟ سيبوني يا ناس، سيبوني، انا عايز بنتي. جرالك ايه يا استاذ عباس؟ الورشه ذنبها ايه وليه تخليها مأكولة؟ ومين ليه نفسي يشتغل عاشور؟ خد يا جدع المفاتيح وافتح الورشه وشوف شغلك. حاضر يا استاذ. بالسلامه. وانا هجيب الاستاذ عباس واجيلك بعد شويه. كان مستخبيني كلنا فين فين بس؟ بعدين معاك يا استاذ عباس. قول يا رب، واللي يقول يا رب ما يغلبش. طب راحت فين بس؟ والست اللي قالت عليها مراتي دي، يا ترى هي اللي خطفتها؟ الله، طب تخطفها ليه؟ وراحت بيها فين؟ الو، مين دي؟ يا واحده خليك معايا، كلم استاذ عباس. قول له مش هنا، انا ما فيهاش دماغ ارد على حد. حضرتك عايزه ليه؟ ها؟ طب خليك معايا. قلت لك اقفل التليفون، اقفله في اليوم اللي مش فايت ده. ده بيقول لك عايزك ضروري عشان خاطر بنتك. ايه بنتي؟ وريني. الو، مين؟ مالها بنتي؟ فين هي؟ ايه؟ عند مين؟ الو. واللي اتصل بيك قال ايه بالظبط؟ قال لي بنتي عند الست نوال. ومين نوال دي؟ واراضيها فين؟ في حد من جيراننا ولا حد تعرفيه بالاسم ده؟ مش عارفه. اسمعي، فكري على مهلك شويه، شغلي مخك وبلاش العياط دلوقتي. مين نوال دي؟ مين؟ يمكن ايه؟ اتحركي، اسألي الجيران واللي نعرفهم عن نوال دي. واللي كلمك ده ما قالكش نوال دي تبقى مين وساكنه فين؟ ابدا، ومراتي دورت وسألت كل الناس اللي ساكنين معانا في البيت، وانا كمان لفيت الحي كله اسأل عن اللي اسمها نوال دي وما وصلناش لحاجه ابدا. واللي كلمك ده قالك ان نوال دي خطفت بنتك يا استاذ عباس؟ لا، قال لي اسأل عليها نوال هانم وبس. ومين نوال هانم دي؟ انا معرفش. خلاص دماغي حطاق، حاسس ان انا مخنوق وهقع من طولي. طب اهدى بس يا استاذ عباس عشان نعرف نفكر. وقول لي ناوي على ايه؟ قول لي انت اعمل ايه دلوقتي يا عاشور؟ احسن حاجه تعملها تبلغ البوليس. بوليس؟ والبوليس هيعمل ايه؟ البوليس هيدور على اللي اسمها نوال دي وهيعرفها بطريقته. مش جايز اللي اسمها نوال دي لما تعرف ان انا بلغت البوليس تقتل بنتي. ازاي بس؟ يعني بقول استنى شويه، يمكن اللي طلبني في التليفون ده يرجع يطلبني تاني. طب ولو طلب منك فلوس علشان يرجع لك بنتك هتدفع يا استاذ عباس؟ اعرف بس نوال دي ايه واراضيها فين وعايزه ايه مني. قال لك ايه اللي كلمك؟ طمني يا عباس. قال لي ان نوال دي في واحده قريبه منك تعرفها كويس. طب مين دي؟ والدتي. هو قال لي كده، قال لي ان والدتي تعرف نوال كويس قوي. ومستني ايه يا عباس؟ لازم نروح لوالدتك ونسالها دلوقتي. ايوه، لكن والدتي تعرفها منين؟
انت لسه هتفكر يا عباس؟ يلا لازم نسافر لوالدتك دلوقتي اهو حالا. اما يا اما ردي عليا، مين نوال دي؟ تعرفيها منين؟ كلمي يا اما قبل ما يجرى لبنتي حاجه، كلمي مين نوال دي؟ مين؟ عباس سيب امك وتعالى معايا. يسيبها ازاي بس يا حاج؟ دي بنتي، بنتي يا حاج. تعالى يا عباس واسمع كلامي. هي ليه ليه بس ما تردش عليها؟ ليه مش عايزة تتكلم؟ ليه ليه؟ يا عم الحاج، امي عارفة نوال ولازم تقولي فين اراضيها يا حاج. سيب امك يا عباس وكفاية اللي جرالها، ولا انت ناس اللي عملته فيها؟ انا ما عملتش حاجة، وبنتي ضاعت مني. اعمل معروف يا حاج، احنا بس عايزين نسألها عن نوال. دلوقتي بس جيت لامك يا عباس؟ يا عم الحاج انت ليه مش مقدر اللي احنا فيه؟ مقدر وفاهم وعارف. انت ليه بعتني عنها؟ ليه؟ ليه مش عايزنا نتكلم معاها؟ يعني بنتك يا عباس هي اللي خلتك النهاردة بس تسأل عن امك؟ كنت فين من زمان؟ فين من زمان يا أستا عباس؟ يا عم الحاج اعمل معروف، ارجوك ارجوك خليها تتكلم معانا. اللي بتدوروا عليه مش هتلاقوه هنا، وكفايه كده يا عباس وروح لحالك. ده كل اللي حصل بيه، وسافرت انا ومراتي وسالت والدتي ما ردتش عليا. وليه ما جيتش تبلغنا بعد اول مكالمه تليفونيه؟ انا كنت خايف على بنتي يا بيه. خوفك عليها يخليك تعمل كل ده يا عباس؟ يا بيه انا اب ودي بنتي الوحيده يا بيه. ألف ألف مبروك إن البنت رجعت بالسلامة ست هاني، ألف مبروك. الحمد لله الحمد لله. أمال فين الأستاذ عباس؟ الله، هو مش في الورشة ولا إيه؟ لا. الله، أمال راح فين؟ البنت دي أنا معرفش عنها حاجة. يا نوال، أنت الأستاذ عباس كانت في الفيلا بتاعتي في اسكندرية؟ قلت لحضرتك معرفش عنها حاجة. الفيلا اللي لقى فيها البوليس البنت بتاعتك؟ ايوه ملكي، بس انا ما كنتش في اسكندريه. بس الست اللي كانت معاها في الفيلا قالت انك انت اللي قلت لها تخطفها. واخطفها ليه؟ السؤال اللي احنا عايزين نعرف اجابته منك يا نوال. الست اللي كانت معاها في الفيلا هي اللي خطفتها، وانا ما اعرفش حاجه. تحب اواجهك الست اللي خطفت البنت ولا تتكلمي؟ الست دي كدابه. ايوه كدابه، وعايزه توديني في داهيه. طب ازاي الست دي دخلت الفيلا بتاعتك في اسكندريه؟ كانت شغاله عندي وطردتها. طردتيها ليه؟ سرقت مني فلوس وعشان كده طردتها. نوال، افتكر بعد كلام الشغاله اللي خطفت البنت، وبعد الشهود اللي قالوا انك كنت في اسكندريه ومعاكي بنت الاسط عباس، وبعد ما تعرفت مرات عباس على الشغاله، لازم تتكلمي. يا بيه نوال، خطفت بنت الاسط عباس ليه؟ وايه اللي بينك وبين عباس؟ اسألوه. سليه عباس. عباس قال ما يعرفكيش، ومراته قالت ما تعرفكيش. عباس صحيح ما يعرفنيش، بس لازم تسأله عمل ايه في طنطاوي. طنطاوي؟ مين طنطاوي ده؟ طنطاوي ده يبقى اخويا. ايوه اخويا. عباس يعرف اخوك طنطاوي ازاي؟ ايه اللي كان بينهم؟ ايه يا عباس تعرف طنطاوي ازاي؟ انا هقول لحضرتك كل حاجه. اتفضل اتفضل انا سامعك. من كام سنه كانت ظروفي مشيه، وكنت زهقان وفلس، لقيت والدتي قاعده زعلانه، وشويه لقيتها عيطت. ليه بس ياما العياط؟ افتكرت المرحوم ابوك الله يرحمه. طب ليه افتكرتيه دلوقتي؟ لو كان ابوك عايش كنت قلت الكلام اللي سمعته منك امبارح يا عباس. ياما ابويا مات وساب في رقبتي كوم لحم. دول خمس بنات، خمسه ياما. والخمس بنات دول مش اخواتك؟ ايوه عارف ياما عارف. ودول مش لازم يخلوك تنتبه لشغلك علشان تسطرهم، ولا عايزهم يبقوا محرومين ويبصوا للي في ايد غيرهم، ولا عايزنا نمد ايدينا لحد غريب؟ ياما ما انا ليل نهار شغال ومش قادر اسد الديون اللي كانت على المرحوم والدي. ما سألتش نفسك الديون دي سببها ايه؟ ايوه عارف،
سببها اخواتي البنات. الله يرحمه كان صاحب عيا ومش قادر يشتغل وعشان كده استلف وداي. ولازم نسدد الديون اللي عليه علشان يرتاح في تربته. طب انا اعمل ايه بس؟ اصرف عليهم ولا سدد الديون؟ لو كان فيا حيل وعندي صحه كنت خرجت واشتغلت. ما هي الخلفه اللي ورا بعضها هي اللي هدت حيلك وضعفت صحتك ومخلياك مش قادره تصلبي طولك. والعمل يا عباس؟ ما انا قلت لك يا امه مفيش غير السفر. وليه تسافر يا ابني؟ الارض عندك موجوده. ارض؟ ارض ايه يا امه؟ والمرحوم ابويا ساب ارض؟ ارض ولاد عمك يا ابني، يعني مش هتشتغل عند حد غريب يا دناي؟ ولاد عمي دول دايما سمين بدني وعايزين يهلكوا صحتي ومشغليني ليل ونهار. ما انت اللي عايز تشتغل يوم وتبطل عشرة. خلاص زهقت تعبت ظهري خلاص انحنى. كلكم لحم اللي في رقبتنا، اخواتك الخمسه دول بنات يا عباس. انا مش عارف ليه المرحوم ابويا خلف كل دول ليه بس. عباس، هو احنا كل ما نتكلم تقولي ليه والدك خلف كل دول؟ يا سلام، مش في حاجه برضه اسمها عقل؟ اسر الكلام، مش هتحطها عقلك في راسك وتشتغل وتبطل لعب وتحس بالمسؤوليه؟ خلاص يا اما خلاص، حسافر عشان اجيب قرش كويس نسد بيه ديوننا واريحك. وتسيبنا ازاي لوحدنا يا عباس؟ عشانكم هتغرب يا اما وحسافر بلاد بره. ناكل يا عب ملح ولا تسافرش وتسيبني وتسيب اخواتك البنات. يا اما اسمعيني بقى، ما تكسريش مقاديفي. قلت مسافر يعني مسافر، وكفايه لحد كده. ايوه. وبعدين يا عباس، ايه اللي حصل بعد كده؟ غلطه عمري بيها، ما سمعتش كلام والدتي وسافرت، سبت الارض والخضره والهواء النظيف وتغربت علشان الفلوس. كنت فاكر ان اللي عملته ده هو الصح، كنت فاكر اني هسعد امي واريحها واسدد ديون المرحوم والدي. ما انا قلت لك يا بيه، اخواتي البنات خمسه ومحتاجين، وامي من كتر الحمل اللي ورا بعضه صحتها ضعفت وتهد حيلها. المهم انا ما كنتش برجع في الاجازات. عارف ليه يا بيه؟ ليه يا عباس؟ عشان اوفر كل قرش. كنت حارم نفسي وانا في الغربه عشان امي واخواتي البنات. المهم رجعت والفرحه ماليه قلبي. رجعت معايا فلوس وقابلت صاحبي اللي اسمه عاشور. ايوه، ورحت له بيته. الحمد لله على السلامه عباس. الله يسلمك عاشور، وحشنا قوي كل السنين دي عباس. ليه الغيبه الطويله دي؟ المهم فين امي واخواتي البنات عاشور؟ رجعوا البلد. بلد؟ ورجعوا البلد ليه؟ زياره يعني. عباس، اللي حصل لامك في غيابك كان قاسي ومر وصعب، صعب قوي. ايه اللي حصل يا عاشور لما سافر عباس؟ قبل ما يسافر عباس جالي وقال لي، من يوم ما سبت الشغل عند ولاد عمي واتخانقت معاهم وهم قرشين ملحجي، وكل ساعه والتانيه طلبوا امي بالديون اللي علينا وبيعير امي وبيصغروها، عشان كده هجيبها هنا تقعد في الاوضه اللي فوق السطوح في بيتك، وانت بقى ترعاهم وتاخد بالك منهم عاشور لحد ما ارجع من السفر. قلت له حاضر عباس، وجاب امه واخواته وقعدوا هنا وسافر وغاب عنهم. امه تعبت وظروفها ما بقتش كويسه، ولما رحت اطمئن عليها قالت لي يرضيك اللي انا فيه ده يا سي عاشور. هو عباس مش بيبعت لك فلوس يا مساعدية؟ فلوس ايه؟ هي الملاليم اللي بيبعتها دي هتعمل ايه؟ اسدد بيها ديون المرحوم ولا اكل بيها البنات؟ ما كنت اجلت دفع الديون دي لحد ما يرجع عباس بالسلامة. الدين هام يا ابني، والناس بيقولوا طفشت عشان ما تدفعش. على عيني، بصراحة انا لو معايا كنت دفعت لك يا مساعدية. عارف، ربنا يسترها معاك ويقويك يا ابني. عن اذنك يا سي عاشور اشوف مين. خد راحتك، ربنا معاكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا سي حموده، اتفضل. اهلا بيك يا ام سعديه. ازيك يا عاشور؟ الله يسلمك حموده. خير يا سي حموده؟ كويس انك هنا يا عاشور عشان تحضرنا في الكلام المفيد. ها؟ كلام ايه؟ الكلام الحلو اللي هيفرحنا كلنا. الله، ما تدخل في الموضوع على طول يا حمودة. انت طبعا عارفين طنطاوي بيه. مين طنطاوي بيه ده؟ ده راجل بيلعب بالفلوس لعب، عنده بدل العمارة 2
ومبالغ في البنك ملهاش عدد. الله يزيده، لكن احنا مالنا وماله. الله، ما انا جايلك في الكلام اهو مساعدية. تنطوي بيه ده وش السعد والخير، وهو اللي وسطني وطلب مني قبلك. ليه يا سي حمود؟ ما هو تنطوي بيه عاوز يتجوز بنتك سعدية. سعدية؟ ازاي؟ دي سعدية لسه صغيرة. الصغير يكبر ومحدش يرفض النعمة اللي جياله لحد عنده. ايوه بس ده انا لو وافقت المأذون مش هيوافق. ليه؟ والمأذون ما يوافقش ليه؟ ما قالت لك لا مؤاخذة البت صغيرة وسنها ما يسمحش انها تتجوز وهي صغيرة بالشكل ده، وكمان القانون. قانون ايه؟ ما تعقدوهاش وتضيعوا تنطوي به من ايديكم. وحكاية القانون وكمان المأذون مقدور عليها. ازاي يا سي حمودة؟ عند اللي يعمل لها شهادة ويقول ان سنها مناسب للجواز وزيادة شوية كمان. ايوه بس ده بس. الله، زي ما قلتلك ما تضيعيش الفرصة من ايديكي. تنطوي بيه راجل غني وحيدفع لك مبلغ ما كنتيش تحلمي بيه، وحيسدد لك ديونك وحيصرف على بناتك ويأكلهم ويشربهم ويلبسهم المستورد ويخليهم يعيشوا عيشة حلوة. صدقينا مساعدية، الحرمان اللي عايشين فيه ده مش كويس عليهم. وفكري على مهلك، تسعدي البنات وتسددي ديونك ولا تموتوا من الجوع والفقر. ايوه يا عاشور، حصل ايه بعد كده؟ انا ما كنتش موافق اسعدت البيع اللي قاله حمودة، لكن هو فضل وراها لغاية ما وافقت وتجوز طنطاوي سعدية اخت عباس. وسعدية كانت فرحانة ومش دارية بحاجة ومبسوطة علشان اخواتها، وحملت وساعة الولادة ما استحملتش وماتت وهي بتولد، وضاعت وضاع ابنها قبل ما يتولد. طب لما جه عباس من السفر عمل ايه؟ جالي وانا حكيت له على كل اللي حصل. قال لي وانا اللي جاي من السفر وفرحان ومعايا فلوس وهدايا لاخواتي، اخت سعدية تموت؟ طب ازاي يظهروا في سنها ويجوزوها ويقضوا عليها؟ ازاي؟ فين الكلب ده اللي اسمه حمودة؟ فين؟ قلت له روح الاول لوالدتك يا عباس واطمئن عليها. وايه اللي جرى لوالدة عباس؟ بعد ما ماتت سعدية بنتها قدام عينيها اعصابها تعبت قوي وبقت تهلوس، خفت عليها ونقلتها البلد لحسن يجرى لها حاجة. وانت يا حمودة لما رجع عباس من السفر عملت ايه؟ قالوا لي انه بيدور عليا، اختفيت كم يوم لغاية ما يسافر تاني، وفي يوم بفتح الباب لقيته قدامي. هتروح مني فين يا حمودة؟ ها؟ عباس ده قالوا انك سافرت. قلت اديك الامان عشان ترجع شقتك، ودينا تقابلنا يا حمودة. عباس انت عايز مني ايه؟ مش انت اللي فضلت ورا امي لغاية ما خليتها وافقت تجوز اختي سعدية لطنطاوي اللي اشتراك بفلوسه؟ ما حصلش. سيبها يا ابتي. فين طنطاوي؟ فين؟ سيبها يا ابتي وانا هقولك. وبعدين يا حمودة؟ خفت منه لحسن يقتلني، وعلشان كده قلت لعباس عن مكان طنطاوي، وبعد كده عرفت ان طنطاوي تقتل. مين اللي قتل طنطاوي؟ هو مفيش غيره عباس. بلغت عنه حمودة؟ ابلغ عن ايه؟ ما انا عرفت ان عباس سافر تاني يوم بعد ما اتقتل طنطاوي، وخفت ابلغ ما يطلعش هو اللي قتله. حصل ايه بعد كده؟ بعد كده قابلت نوال اخت طنطاوي، قالت لي حمودة مين اللي قتل اخويا طنطاوي؟ ما اعرفش يا ست نوال. لا تعرف، انت كنت صاحبه وليل نهار معاه. قلتلك ما اعرفش. حمودة انا حديك اللي انت عايزه، اي مبلغ تطلبه، بس تبرد ناري وتقول لي مين قتل اخويا. اي حاجه اطلبها هتديها لي؟ اي حاجه. نتجوز؟ ايه، مش قلتي اي حاجه اطلبها وانا بحبك وهعرف ازاي احميكي؟ مين يا حموده؟ مين اللي قتل اخويا؟ يعني موافقه؟ موافقه. نجيب المأذون الاول. الاول اعرف عشان تبرد ناري وبعد كده نتجوز. مفيش غيره، عباس. وعباس قتل اخويا ليه؟ اخوك طنطاوي اتجوز سعدية اخت عباس، اتجوزها وهي صغيرة قوي وسنها ما كانش يسمح للجواز، عشان كده ماتت وهي بتولد. وفين عباس؟ عباس سافر مطرح مكان،
سافر بعد ما قتل اخوك بيوم واحد. ورجع امتى؟ وليه بتسألي عن ميعاد رجوعه؟ يرجع عباس وحطه في السجن وتبرد ناري واتجوزك يا حمودة. وايه اللي حصل بعد كده يا حمودة؟ فضلت مستني عباس لما يرجع من السفر، ورجع عباس، ورحت ادور على نوال، قالوا لي انها سافرت بره تتعالج. استنيتها ورجعت، قابلتها، قلت لها عباس رجع وفتح ورشة ومبسوط ومتجوز وعنده بنت صغيرة. قالت لي وبنته عندها كم سنة؟ راقبه يا حمودة، هاتلي كل المعلومات اللي هتعرفها عنه عشان نتجوز. وصدقتها وجبت لها كل المعلومات، وبعد كده رميت لي مبلغ وقالت خد يا حمودة اشتري لك بدلتين وجهز نفسك عشان الجواز. اتكلمي يا نوال. رغم كل السنين اللي فاتت كان قلبي قاهد نار، ازاي عباس يقتل اخويا ويفلت من العدالة؟ ازاي يتجوز ويفتح ورشة ويبقى له بنت؟ طلبت من حمودة يقتله. لا قتل لا، احنا ما اتفقناش على كده. فكرت ازاي احرق قلب عباس زي ما حرق قلبي على اخويا. وخليت الشغالة بتاعتك خطفت بنته الصغيرة وهي مع امها في السوق. كان نفسي ادوقه من نفس الكاس واحرمه من بنته زي ما حرمني من اخويا. واتفقت مع الشغالة تقتل بنت عباس؟ لا لا ما حصلش. انا قلت للشغالة تخليها معاها في الفيلا بتاعتي في اسكندرية، بس الشغالة قالت انك طلبت منها تخلصك من البنت باي طريقة. قتلي لا، هي قالت لي ان لها واحدة تعرفها ما بتخلفش وحتديها لها، وده اللي حصل يا بي. واسألوها. انا سافرت وتغربت علشان امي واخواتي الخمسة، كنت عايز اسدد ديون المرحوم ابويا وارحم اخواتي من الفقر والحرمان. رجعت لقيت امي جوزت اختي الصغيره وهي في سن ما يسمحش بالجواز، وعرفت انها ماتت وهي بتولد. قتلت طنطاوي اللي ضيع اختي وقضى عليها، قتلته بعد ما رحت وشفت امي وهي بتبص للسماء وسكت وما بتردش علي. انتقمت، انتقمت لامي ولاختي وسافرت، ورجعت وانا مطمن ان مفيش حد كشف اللي حصل. اتجوزت وفتحت ورشة كبيرة وبقى عندي بنت وكنت سعيد بيها. انا معرفش نوال دي وعمري ما شفتها، ازاي نوال دي بعد السنين دي كلها فاكرة اللي حصل لاخوها؟ وذنب بنتي ايه؟ ذنبها ايه عشان تخطفها وتعذبني؟ تعذبني عليها بالشكل ده؟ أغرب القضايا برنامج من إخراج عبد دياب. الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.